السلطة التشريعية اللي كانت معطلة بدأت تمارس نشاطها ودورها، وهي خطوة مهمة باتجاه إدارة الجديد وبداية مرحلة جديدة وها الانسداد السياسي. هذه واحد. اثنين، نتوقع أنه في الأسابيع القادمة أنه ستبدأ المرحلة الجديدة اللي هي إكمال الاستحقاقات الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وأعتقد أنه من المهم جدا أن تبدأ حوارات جدية وحقيقية على مستوى الكرد بين الحزبين الكرديين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى مستوى الإطار التنسيقي أن يبدأ حوارات جدية مع باقي الكتل السياسية بما فيها التيار الصدري لغرض الخروج بحصيلة تشكيل حكومة خدمة وطنية تضم الجميع. أنا أعتقد أن المرحلة القادمة مرحلة يعني يفترض أن كل الكتل السياسية تبدي تنازلات لغرض الخروج من هذا الانسداد، تشكيل حكومة الخدمة اللي ينتظرها العراق وينتظرها الشعب العراقي، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة جميع الكتل السياسية وفق استحقاقاتهم الدستورية. نحمل الحكومة إقليم كردستان المسؤولية الكبرى في هذه الخروقات التي تتم من يعني الجانب التركي الجانب الإيراني. يجب أن أولا أن يعطوا دور للحكومة الاتحادية، وهم خلال هذه الفترة يريدون مواقف من الحكومة الاتحادية لكنهم ما يعطونهم مجال، لا على مستوى الجيش، لا على مستوى الشرطة، لا على مستوى التدخل، يعني وكأنهم دولة قائمة بذاتهم. وطالما أنهم هكذا دولة قائمة بذاتهم فعليهم أن يحمون حدودهم. هم أصلا ما منطين دولة للحكومة الاتحادية ويريدون الآن من الحكومة الاتحادية موقف. أنا أعتقد أن المسؤولية الكبرى تقع على حكومة إقليم كردستان في سياستها الخاطئة، ولذلك هم يتحملون هذه المسؤولية.